هل أنه السعودية يمكن أن تحاور حزب الله؟ حصل هذا من قبل، يعني قبل 2008 كان هناك حوار. يعني في السياسة كل شيء ممكن، لكن ليست هذه الأولوية. يعني هل السعودية أنه تريد أن تعود لتحاور جبران باسيل؟ تحاور جبران باسيل يعني ممكن، ولكن في النهاية السعودية تغيرت. الفريق الجديد، فريق ولي العهد محمد بن سلمان، يفكر بلبنان كدولة، يعني لا يفكر بتحالفات على قياس السعودية أو على قياس إيران على قياس فرنسا. ويقول جربنا في الماضي باريس 1 باريس 2 باريس 3، دعمنا لبنان، دعمناه ودعمنا قوة في لبنان، وكل ذلك لم يتح إنقاذ لبنان. الآن تقول السعودية المسألة بسيطة، إن أتى سليمان فرنجية أو جوزيف عون أو جهاد أزعور أو إكس أو إكراك، المهم إعادة تركيب الدولة اللبنانية. إذا تم إعادة إطلاق الدولة اللبنانية، السعودية ستتحمل مسؤولياتها، ولكن لن تتحمل مسؤولياتها رغم كل الطلبات الفرنسية قبل أن تلمس نتيجة في لبنان. بس يعني هذا بس شرط. شفنا عودة الدول العربية إلى سوريا بدل ما أنه سوريا ترجع إلى حضن الدول العربية، العكس صار صحيح. ليه مع سوريا صار هيك وبلبنان احنا بدنا مع سوريا؟ مع سوريا كل الذي حصل وهو يحصل منذ 2017-2018 ليس اليوم، هو نوع من يعني إعادة الوصل مع سوريا. لا يعني أنه ستأتي الاستثمارات السعودية غدا صباحا إلى سوريا، هذا غير وارد، غير وارد إطلاقا، لأنه مربوط أيضا بترتيبات دولية، برفع عقوبات، مربوط أيضا بوضع سوريا. سوريا مناطق نفوذ. سوريا اليوم ليس سوريا ما قبل 2011، سوريا اليوم منطقة نفوذ تركية، منطقة نفوذ أمريكية كردية، منطقة نفوذ إيرانية، منطقة نفوذ روسية، ومنطقة نفوذ إسرائيلية. ومع الأسف يعني النظام في سوريا اليوم ليس سيد نفسه، وهذا واضح. ولذلك التطبيع مع سوريا هو عند البعض كان هناك تفكير بمكافحة الكبتاكون، تفكير بمكافحة تهريب السلاح، تفكير بمحاولة فصل إيران عن سوريا، وهذا وهم لم ينجح. إيران قوية ولن تنفصل عن سوريا. ولذلك موضوع لبنان شيء آخر. وعندما صعد الرئيس من شرعون إلى دمشق فهم أنها يعني تتعاطى قليلا في الشأن اللبناني، والموضوع اللبناني هو أيضا عند حزب الله. إذن المسألة فعلا هي ديناميكية داخلية وقرارات داخلية ورؤية داخلية وقدرة داخلية على يعني نوع من ابتكار الحل، والمسؤولية أيضا على الموارنة الأصدقاء. أنه دوما يعني السيد رياض سلامي من أجل أن يكون رئيس جمهورية سلم الذي سلم وأسقط القرار المالي وأوصل البلد إلى ما وصل إليه. كل شخص يأتي إن كان حاكم مصرف مركزي أو قائد جيش أو يفكر دوما برئاسة الجمهورية.